ثابته من طرف متهم واحد تم وعده بتلقي مقابل. اما باقي الوقائع ليس هناك تناقض، وانما هناك انسجام تام بين جميع المعطيات والتي تؤكدها الصور الواضحه والتي لا تترك مجال للشك على ان الوقائع منسجمه وليس فيها تناقض كما جاء على لسانكم. المرة الثانية تمت مواجهته مع المتهم الثاني وأكد على أنه أخبره أنه تم مساومته على قلب الحقيقة، وهو الأمر الذي لم يستطع الدفاع عن تغيير موقفه بل ظل مرتبكا. اليوم لم يستطع الكلام حينما واجهه المتهم الحاضر بأنه فعلا أنك لم تكن تسوق السيارة، بل أكد المتهم الذي استمع عليه اليوم على أن أصرف صديقي المتهم الرئيسي لا يسلم سيارته لأي أحد غيره من أجل سياقتها، وبالتالي اتضح كذب المتهم الذي غير الحقيقة من أجل المقابل. القرار للمحكمة، حتى قرار المحكمة يقبل الاستئناف وحتى الاستئناف يقبل النقد، وبالتالي لذلك كاين درجة ديال التقاضي. أقول على أنه المتهم سمح له القانون أن يكذب عن المحكمة ولا يعاقب، لأن المتهم كلامه أمام المحكمة ما لم يكن يكشف عن جريمة جديدة لم تخضع للبحث هنا يجب أن يحرر محضرا ويحال على البحث. أما في خلال الدفاع عن نفسه في الجريمة له أن يختار أي طريقة يدافع عن نفسه، وبما في ذلك الكذب، ولا يعاقب على ذلك.